بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلق شوط آخر في هذه اللحظات مع تجديد كذلك في الانطلاقات المسائية في هذا اليوم، وهذه انطلاقة من انطلاقات المنافسات والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم. انطلق الشوط الخامس في أعداد أشواطنا في هذا المساء، وخاص بالحول المحليات الأصايل. 6 كيلومتر هي مسافة التحدي والمنافسة الأولى لانطلاقات هذا اليوم. ينطلق الشوط وتنطلق هذه الأسماء والنخبة والأعداد المكثفة في هذا اليوم التي نواجهها ونتابعها مشاهدينا الأعزاء، والتي قدمت في السنوات الماضية أجمل ما عندها، وهنا اليوم تشارك كذلك لتضيف إنجاز على إنجاز. نتمنى التوفيق لكل المشاركين والمتابعين هنا في أرضية هذا الميدان. انطلق الشوط وسارت هذه الحول المحليات الأصايل بكل خطة وبكل خطة ثابتة إلى الأمام والمقدمة والسيطرة. ونبدأ مع البداية، نبدأ مع خيرة اللي استفتحت البداية لانطلاقة الجولة الثانية، وعسى في الأمر خيرة يا بن مشيط. هنا خيرة تعود ملكيتها لسعيد بن ناصر بن مشيط المري، هو من يأتي على قمة الشوط وهو من يتابع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات نهب لتحتل المركز الثاني، وتعود ملكية العزيز بن قشام المحرمي هو من يأتي في المركز الثاني مع نهب في هذه اللحظات. أما المركز الثالث هملولة وصلت واحتلت المركز الثالث لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، هي من تصل إلى هذا الموقع وهذا المكان. المركز الرابع وصل مشاهدينا الأعزاء سعيد بن ناصر بن محمد الفزير المري مع هملولة ليحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا شعار علي بن خليفة الرميثي ليتابع لمحة اللي تحتل المركز الخامس في هذه الأثناء. المركز السادس نشوف المركز ناصر الفزيرة المري من يتواجد في المركز الثاني، ولكن بيان بدون أي أوامر، بدون أي أوامر الآلي محنط تماما على ظهر بيان وهي في المركز الأول، تهدي مالك منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين الفوز والناموس في أرضية هذا الميدان ومشاركة في هذا المساء. أكيد بلا شك ستكون فعالة مع وجود بيان، تهانينا والناموس. المركز الثاني هملولة لسعيد بن ناصر الفزيرة المري، المركز الثالث الشاهنية لسعيد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث نهب العزيز بن قشام المحرم، والمركز الخامس سمحة لعلي بن سالم بن سعيد العامري وصلت واحتلت المركز الخامس. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت الإثارة حاضرة من البداية حتى خط النهاية، واستطاعت مع اللحظات الأخيرة أو 500 متر الأخيرة بيان أن تأتي بالمركز الأول، والبيان الأكيد هنا في 9 دقائق 32 ثانية وجزء واحد من الثانية تحتل المركز الأول وتهدي منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين الفوز والناموس. أما المركز الثاني هملولة ما قصرت لسعيد بن ناصر الفزيرة المري في 9 دقائق 32 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا